المغرب يفتح مكتب اتصال إسرائيلي في الرباط وخطوط طيران مباشرة مع تل أبيب. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. قرر المغرب إعادة فتح مكتب اتصال إسرائيلي في العاصمة الرباط بعد أن أغلق سنة 2000 بعد الانتفاضة الفلسطينية، حيث أكدت وزارة الخارجية المغربية حينها أن الإغلاق جاء بسبب انتكاسة عملية السلام عقب الأعمال اللا إنسانية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل واستخدامها الآلة الحربية لقتل المدنيين الأبرياء. إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي جاء بعد 20 سنة من الإغلاق، حيث أكد بلاغ للديوان الملكي عن إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب مع استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال. جاء ذلك بعد الاتصال الهاتفي الذي جمع الملك محمد السادس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء يوم الخميس، أكد من خلاله ترامب عن إصداره مرسوما رئاسيا بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة وبأثره الفوري يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية. كما أكد الرئيس الأمريكي فتح قنصلية بمدينة الداخلة تقوم بالأساس بمهام اقتصادية من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمغرب. وخلال نفس الاتصال تباحث الملك والرئيس الأمريكي حول الوضع الراهن بمنطقة الشرق الأوسط، وفي هذا الصدد ذكر جلالته بالمواقف الثابتة والمتوازنة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن المغرب يدعم حلا قائما على دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تبقى هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع. وانطلاقا من دور جلالته بصفته رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فقد شدد جلالته على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث وحماية الطابع الإسلامي لمدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.